السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. شاء في هذا الفيديو حلوا هذه المشكلة انتع السحب الأرباح تيك توك بيتا إلى حساب الباي باي. كي الناس عندهم حساب الباي باي مفعل ببطاقة باي سيرا ولا وايز ولا حتى رودو باي ويجي يسحب الأرباح من تيك توك وش يقولوا اعتذار السحب أو اعتلاء عملية السحب. مازال ما عرفوا هذه المشكله منين. كيما نقولوا حنايا المشكله الرئيسي عنده باي باي مفعل يجي يسحب التيك توك والارباح تاع التيك توك ما يقدرش يسحب. هذه المشكله الناس يعانوا منها بزاف خاوتي. فهمتوا خاوتي؟ المهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده اي سؤال خلينا تعليق اسفل هذا الفيديو او عن طريق الواتساب. المهم خاوتي قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس بس يوسف جديد. وبارك الله فيكم جزاكم الله خير ووصول إلى 30,000 مشترك على قناة مدونة حبيب لمعلومات. مهم خاطئ روحوا إلى الشرح على الحاسوب هي أفضل وأحسن تحل هذه المشكلة عن طريق الحاسوب. في التليفون شوية خاوتي تجيهم شوية معقدة نفس الطريقة وإنما في الهاتف تجي شوية الخدمة معقدة لأن الخدمة عن طريق الحاسوب. روح الى حساب الباي باي يجيني بهذا الشكل ومن بعد واش نديرو نهبطو كاع تحت خاوتي هنا واش يقول لك مساعده نكليك على المساعده هذا بارك خاوتي نستنى شويه راه عندي شو كونكسيون ضعيفه يعطيك يقول لك واش المشكله اللي عندك معنى المشكله اللي عندك نضغط على كيف اضيف بطاقه السحب او انتماء على حسابي هذه نتاع البطاقه حنا نحوسوا نسحبوا او استقبال الاموال من اي موقع ولا من اي تطبيق نروحوا الدفعات والتحويلات هنا يعطيك جميع التفاصيل الدفعات والتحويلات حنا واش نديروا نهبطوا كاع لتحت واش نديروا خاوتي نضغط على اتصال بنا نكليكوا عليها خاوتي بهذه الطريقة خاوتي كاين واحد خاوتي كاين واحد الميساج يجي لتحت هذا هو الميساج مرحبا كيف يمكن مساعدة كليكي عليها هنايا تهضر معاه تلقائيا ذكاء اصطناعي تعطي له المشكلة اللي عندك هنا تكتب له مثال تكتب له نريد السحب او نريد حل مشكلة سحب ارباحي من موقع اخر او من تيك توك ولم استقبل اموالي او استقبل ارباحي على حساب الباي بال يقول لك درك شويه ويعيط لك في التليفون كان يهضر معك مصاروه ولا مغاربه ولا حتى من الامريكا ولا من اي دوله يعيط لك في التليفون خاوتي يعيط لك في التليفون يقول لك درك تعطي المشكله اللي خلاتك ما تقدرش تسحب الارباح من تيك توك الى الباي بال تهضر معاهم تقول لهم هذه مشكله انا مأكتيفي حساب الباي بال مع بطاقه نتاعي وما حبش الحساب نتاعي يستقبل اموال او استقبال الارباح يقول لك دوك نكتيفو لك الحساب نتاعك يكتيفو هذا خاطي تروح تيك توك تسحب عادي بدون اي مش بهذه الطريقه باش تقدر تحل هذه المشكله نتاع استقبال الاموال على حساب الباي بال لازم تتواصل معاهم ومن بعد تعطيهم مشكله من بعد هما يعيطوا في التليفون يقولوا لك ما هي المشكله اللي عندك تقول لهم كذا 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 وان شاء الله يحلوا هذه المشكله خاوتي. مهم عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وخاصه تفعيل الجرس ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.